يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع في بعض الأحيان ولا يجد شيئا، فهل يعتبر عليه الصلاة والسلام من المساكين؟ لا، ما يقال الرسول من المساكين، ولكنه يبتليه الله بالجوع، يبتليه بالمرض، لأجل أن يصبر على ذلك، لأجل أن يصبر على ذلك. وهو اختار هذا عليه الصلاة والسلام، اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما، وإلا لو رغب إلا سارت الدنيا أو الجبال ذهبا له عليه الصلاة والسلام. ولو شاء لا الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا كداود عليه السلام وسليمان عليهما السلام، أو يكون نبيا رسولا، اختار أن يكون نبيا رسولا. نعم.